لكن خلاص مباراه طلائع الجيش انتهت لكن احنا عايزين نتكلم في المباراه القادمه مباراه مهمه جدا مباراه بيراميدز وبيراميدز اصبح هو اللي بينافس النادي الاهلي او المنافسه اصبحت منحصره ما بين بيراميدز وما بين النادي الاهلي والمباراه اللي جايه هتكون مباراه مهمه جدا نتمنى فيها طبعا التوفيق للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني مباراه مهمه جدا لكن شوفوا الجولة اللي كانت بالأمس النادي الأهلي بيلعب أمام طلاع الجيش النادي الأهلي خد حقه كاملا النادي الأهلي خد حقه وما تجاملش في هذه المباراة بارح النادي الأهلي أبو علي بيحرز الهدف الثالث للنادي الأهلي كابتن حمادة القلاوي خرج للفار لمسة يد على ابو علي إلغاء الهدف فالنادي الأهلي خد حقه امبارح وما تجاملش في أي ألعاب عايزين نروح لبيراميدز كان بيلعب مباراة أمام الاتحاد السكندري وكان الحلقة اللي فاتت عدت لحضراتكم المزايا أو الاستفادة اللي استفاد منها نادي بيراميدز من بطولة الدوري علشان كانوا طلعوا بيان الأسبوع اللي فات والأخطاء التحكيمية والمجاملات التحكيمية والظلم اللي تعرض ليه بيراميدز وقلت هنا لحضراتكم إن بيراميدز أكتر نادي استفاد من التحكيم بالأمس كان في ركل الجزاء ده مش كلامي ده كلام خبراء التحكيم والكابتن سمير عثمان بالامس امبارح وهو بيحلل في احدى القنوات احمد عادل ميسي شوفوا الكره دي كانت في بدايه الشوط الثاني شوفوا هنا اللعبه دي هدف او ركله جزاء ركله جزاء صحيحه مليون في المئه لصالح الاتحاد السكندري احمد عادل ميسي وهنا حكم الفار حتى انا استغربت يعني حكم الفار ازاي ما وقفش قدام لعبه زي دي وما استدعاش الكابتن محمود البنة كان امبارح على الفار الكابتن خالد جمال غندور في لعبه زي دي، لعبه زي دي ما خدتش وقتها وكانت النتيجه التعادل السلبي صفر صفر ما بين بيراميدز والاتحاد السكندري، كان ممكن الاتحاد السكندري يتقدم على على بيراميدز وكان يبقى شكل المباراه مغاير تماما بعد فوز بيراميدز، لكن دي برضو من الاخطاء اللي استفاد منها بيراميدز بشكل كبير، عايز افكر حضراتكم ونرجع لحضراتكم مره تانية علشان افكر الساده المشاهدين ببيراميدز اللي دايما بيدعي المظلوميه في كم المجاملات اللي اتجامل فيها السنه دي في مباريات كانت مهمه جدا وقدر يحصل فيها على الثلاث نقاط نروح للمباراه الاولى كانت مباراه طيب دي مباراه بيراميدز وسموحه المباراه الـ 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 الاخيره اللي احنا فاكرين احداثها كلها وكان الكره دي اتحسبت هدف لبيراميدز والفار رجع للخطوط وبعد كده الحكم تناسى وحكم الفار تناسوا ان كان في دفع من لاعب بيراميدز للاعب سموحه ال ال الكره الثانيه الكره الثانيه اللي هنعرضها برضو معانا زي ما قلت لحضراتكم دي دي كانت بيراميدز وكانت سموحه اللعبه الثانيه كانت في مباراه مودرن فيوتشر ودي ودي كانت برضو كانت المباراه واحد واحد التعادل وفي اخر ثواني اتحسب ضرب الجزاء لصالح نادي بيراميدز على مودرن فيوتشر والمدافع هو بيقع بيسند على ايده الكره جت في ايده دي مباراه الامس دي مباراه الامس لكن مباراه بيراميدز ومودرن فيوتشر اتحسب ضرب الجزاء لصالح بيراميدز اللعبه الثالثه كانت في مباراه بيراميدز وسيراميكا وسيراميكا احرز هدف صحيح وايضا حكم الساحه حكم الساحه تغاضى عن الهدف رغم صحه هدف سيراميكا كليوباترا المباراة الرابعة مباراة بيراميدز وزد ودي كانت ركلة جزاء صحيحة لبيراميدز ايضا تغاضى عنها حكم المباراة. والمباراة الخامسة كانت مباراة بيراميدز وامين العرب اللي حكم فيها الكابتن محمد الحنفي واحنا عارفين عدم قانونية الكابتن محمد الحنفي انه يحكم هذه المباراة. فأنا ست مباريات أو ست جولات استفاد منهم نادي بيراميدز في الدوري السنادي. علشان الناس اللي بتقعد تتكلم كتير عن التحكيم النادي الاهلي السنه في الدوري اتظلم اتظلم في مباراه البلديه لما شفنا كان مفروض طرد مباشر للاعب بلديه المحله في المباراه دي قدر يفوز فيها النادي الاهلي في الثواني الاخيره دي مباراه بيراميدز مباراه مودرن سبورت هنا اللاعب وهو بيقع بيسند على ايده الكره جت في ايده كانت النتيجه واحد واحد واللقطه دي كانت في الدقيقه 89 يعني دقيقه 90 في نهايه اللقاء والحكم كابتن نادر أمر الدوله حسب الكره دي ركله جزاء وراح للفار بعدها وده طبعا باراء كل خبراء التحكيم ان الكوره ما كانش فيه اي ركله جزاء لصالح بيراميدز وقدر بيراميدز يستفيد من هذا اللقاء ويفوز بثلاث نقاط عشان يستمر في المنافسه. علشان الناس بتتكلم كتير بنفكر الناس كل حلقه بالصور ومدى استفاده بيراميدز من التحكيم السنه دي. النادي الاهلي اتضر ضر في مباراه البنك الاهلي ركله جزاء صحيحه كانت لصالح حسين الشحات الكره جت في ايمن اشرف كابتن محمود البنا ومحمد الحنفي تغاضوا عن ركله جزاء النادي الاهلي وايضا في مباراه بلديه المحله الاهلي فاز فيها في الثواني الاخيره وبصعوبه كان لاعب البلديه يستحق طرد في بدايه الشوط الاول